في النادي الاهلي من حيث النوعيه، يعني لو عملنا مقارنه بين طارق حامد وحمدي فتحي هنلاقي يعني حمدي فتحي له دور كبير جدا ومؤثر جدا في ان انت تسيطر على نص طبعاً الملعب. حمدي وانت فتحي اكيد معاك ارقام لحمدي حمدي فتحي. انا محتاج نتكلم عليه اولا، فكره ليه فايلر قدم حاجه مختلفه في نقطه هي من اخطر النقاط اللي كنا بنتكلم فيها يا احمد، خطوره بن شرقي وخطوره ونجم وخطوره اوباما، حتى شيكابالا لما بيعمل الكاتنج انسايد وبيدخل للعمق، كل اللعيبه دي بتقدر تتحرك وتدخل للعمق. نعرض الخريطه اللي فيها اماكن استخلاص الكره. الملعب يا احمد بيقسم ل 18 بوكس. بالظبط. اخطر نقطه كانت عند النادي الاهلي فيها ضعف هي زون 14 اللي انت اكتر نقطه استخلصت فيها الكره اللي موجود 14 مره. حمدي فتحي كان له دور عظيم جدا، وده فرق الشوط الثاني للاسف نتيجه التغييره اللي حصلت مجبرين عليها. حمدي فتحي كان بيلعب ليبرو متقدم لثنائي قلب الدفاع. حمدي فتحي اللي البعض نال منه وللاسف اهلاويه في فكره ان اللاعب اداؤه في المباراه كاننا بناخد بالشبه اللاعب ارتكب ضربه جزاء فيبقى اداؤه مش موفق. حمدي فتحي كان من اهم عناصر المباراه، اعلى لاعب في النادي الاهلي استخلاصا للكره 17 مره، 32 تمريره صحيحه من اصل 36 تمريره ارضيه، 3 كرات طوليه صحيحه من اصل 4، اعلى نسبه في التمرير عنده كانت التمريرات الاماميه حتى بعد ما لعب مدافع، رغم ان هو بيحتاج في اوقات كتير يكون التمريرات الجانبيه اكتر. كل دي ارقام بتعكس قيمه اللاعب الفنيه، ان لاعب يقدر يسيطر لك على اكبر نقطه ضعف ليك في الملعب، ده مش حاجه عشوائيه. في مدرب في المنطقه دي انت شفت كم مره حمدي فتحي في الحته دي كان في المباريات القديمه كم مره شفت حمدي فتحي متوظف التوظيف ده؟ ولا مره. ولا مره. فاحنا بنتكلم ان المدرب كان هو اللي عنده تعليمات ازاي اتعامل مع النقطة دي، ازاي اتعامل مع فكرة زوم 14 والمشكلة اللي فيها. طبعا عايزين نتكلم في حاجات ظواهر تانية. مجدي قفشة